هاد الناس هادو انا كنت في الدار وصونا لي واحد قال لك اودي راه هادشي دراري قبضهم الغاز ماشي قبضهم الغاز ومشينا تمايا وهود واحد الدري قبله هود تنايا موراه. المهم احنا شي ثلاثه ولا ودنا نجبدوا هادوك الناس هادوك لقيناهم ميتين ثلاثه الناس لقيناهم ميتين واحد طلع واحد وانا طلعت موراه الاخر وصاحبنا الاخر طلع الاخر. والمهم غلق عليهم الغاز قتلهم الغاز هو اللي قتلهم كان واحد الحاسي قديم وبيرساو عليه يعني كيما نقولوا تقبوا عليه كانوش عارفين هو تحت الارض ما عنده ما غادي يعرف من راه ماشي حتى تقب عليه تمايا وغلق عليهم. انا يا مشيت من هنايا لحقت عليهم مع التسعة لقيت تما البومبيه برا والجدارميه وهما ما كيجبدوش هاد الحوايج هادو ما خاطيهم بها قدوش وما يعرفوش كاع لهاد الشيء واه يعني هاد الشيء هذا غير ولد الحرفه هو اللي غادي يتكلف بهاد الشيء هذا سي هكا يكون فيه ميطونس على ميطونس بحال هكا وغارق المترو كاين اللي فيه 80 كاين اللي فيه 70 كاين اللي فيه 40 واه على حسب كل حاسي وشحال فيه 50 50 واه هبطنا 50 متر هكا عاد ومشينا عندهم هكا تحت الارض وعاد باش وصلنا عليهم تجي على كرشك ناعس واه كتهود عادي وكتمشي لتحت على كرشك حيت ما كاين الضيق ما عندكش كي غادي دير الدور ولا توقف ولا وراك عارف شويه مع كيموتوا كيكونوا تقال شويه وتعاوننا عليهم وجبدناهم الباب عاد وكروشيناهم وطلعناهم واه لا ما كيعرفوش هاد الحواسي وما عمرهم جبدوا شي واحد كاع من مجراطه بشي حاسي كاع نهائيا ولاد الجبل هما اللي كيجبدوهم ولاد الشعب. انا بغيت شي بديل انا بهاد الشيء هذا الجبل هذا انا ما استفدت منه حتى حاجه. انا عندي 26 عام من 2009 وانا خدام فيه هذه 2022 ما عمري استفدت انا كاع شي حاجه من هاد الجبل هذا. ما كرهناش شي بديل حتى واحد ما كره المخير اللي تسوله يقول لك انا ما كرهتش بديل. دائما الريسك يقدر كي كتهود ما عرفوش تطلع ولا ما تطلعش. بغينا شي بديل وتحياتي لولاد الشعب وبغينا شي بديل لهاد البلاد هادي. الناس راها دائما تموت. ما تنساوش تشتركوا معنا في جميع صفحاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي وتفعلوا زر الجرس باش توصلوا بالجديد ديالنا على رأس كل لحظة.